موجز الثالثة من التلفزيون المصري، أهلا بكم. ترأس قداسة البابا تودروس الثاني بابا الإسكندرية بترك الكرازة المرقصية صلوات الجمعة العظيمة من الكاتدرائية المرقصية بالعباسية بحضور الآباء الأساقفة والكهنة والرهبان وشعب الكنيسة. يأتي ذلك بينما يترأس قداسة البابا تودروس الثاني صلوات عيد القيامة المجيد من الكاتدرائية المرقصية بالعباسية مساء غد بحضور كبار رجال الدولة والمحافظين والسياسيين والإعلاميين والشخصيات العامة. كما ذكرت للسليمين الذي آمن بك على الصليب اذكرنا في ملكوت. يشارك وزير الخارجية سامح شكري اليوم في الاجتماع التشاوري لوزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي ومصر والأردن والعراق والمقرر عقده في جدة. وأوضحت الخارجية أن الاجتماع يأتي في إطار التشاور والتنسيق بين الدول المشاركة من أجل تعزيز العمل العربي المشترك ودفع سبل العمل الجماعي للتعامل مع الأزمات التي تواجه المنطقة حرصا على تحقيق المصالح العربية المشتركة وتطلعات شعوب الدول العربية الشقيقة في مواجهة التحديات. أدانت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بأشد العبارات القيود والاعتداءات الإسرائيلية على الحجاج المسيحيين وحرية وصولهم وأدائهم لصلواتهم وشعائرهم الدينية في سبت النور وعيد الفصح المجيد وعلى حرية العبادة والكنائس بما فيها كنيسة القيامة بالقدس. ودعت الأمانة العامة للجامعة العربية المجتمع الدولي بمؤسساته وهيئاته المعنية لتحمل مسؤولياته والتدخل الفوري للتصدي لها هذه الاعتداءات الإسرائيلية ووقف هذه الجرائم المستمرة والمتمادية ضد المقدسات وحريات العبادة للمسيحيين والمسلمين. بدأت عملية لتبادل مئات الأسرى بين قوات الحوثي والحكومة في اليمن. يأتي ذلك غدا مغادرة وفد سعودي صنعاء بعد محادثات مع قوات الحوثي والتوصل إلى تفاهم مبدئي حول هدنة في اليمن وعقد جولة أخرى من المحادثات. كانت قوات الحوثي والحكومة اليمنية قد توصلا خلال مفاوضات انعقدت في العاصمة السويسرية بيرن الشهر الماضي إلى اتفاق على تبادل لأكثر من 880 أسيرا. مشاهدينا وصلنا لختام موجز الثالثة من التلفزيون المصري، نشكركم على طيب المتابعة وإلى اللقاء.